إقبال منقطع النظير على اقتناء الكتب المدرسية المستعملة، حيث يرفع هنا التجار شعار البيع بثمن زهيد لإسعاد التلاميذ. ايه بارابور على المكتبات ناقصه شويه، مش كيما عندهم هما، كيما عندنا نحن فرق بعيد. وش هو الناس المواطنين لمن يجيو هم يجيو لينا نحن، انا تلمو على بالهم باللي الكتاب ناقص خلا يعمل 10,000، عندهم هما تلقى 35,000. احنا ديما الاسعار احنا ديما هابطه هنا، تسمى نتهلاو في الناس، باينه درك الناس ما عندهاش واحد راه نتهلاو فيها، كاين ولا ما كانش راه يديو. دي الاجواء ديما عندنا احنا ديما الغاشي، نفرحوا بالناس كل أولياء الأمور يبررون هذا التهافت من بوابة تقليص الأعباء هروبا من الغلاء الذي عم كل الأشياء. هنا سكو على هنا كاين الرحمة، سكو على هنا الكتاب اللي نشيوه ب 35، هنا يعمل 10,000، 20,000 مساعدينا، المصاريف ياسر علينا، لاشارج ياسر علينا، كلش ياسر علينا، احنا نجيو لهنا مساعدينا، الكتب تساعدنا، اللي نشري ب 200,000 نشري باغ اكزومبل الكتب كل 100,000. الكتب كل كاينه هنا نشري، وكاينه يعني اي مستوى تلقاه سومه يعني ملاحه، ويعني مش راح نقول لك ما تقلقش روحك، يعني كي تجي هنا حاجتك راك تلقاها. الحمد لله يا ربي حلونا هنا الكتب مبرخين، خلا نجي في العاود نشرو حتى ب 200 300، نشرو ب 50,000. الاولياء لا يقصرون، فهم يوفرون كل المستلزمات للابناء المطالبين برد الجميل ببذل ما يلزم من جهد وكفاح لمعانقه النجاح.